عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الست اللي كلت ابنها. يعني إيه كلت ابنها؟ أيوة، ذبحت ابنها وحطت راسه على البوتاجاز وقعدت تاكل فيه. دخلت عليها جدته اللي هي أم أمه، لقيت بنتها بتاكل في ابنها. الست أغمى عليها، وبعد ما فائد بلغوا البوليس وخدها. طيب دي كلت ابنها ليه؟ سألوها أنت بتاكل ابنك ليه؟ قالت لهم عشان أنا خايفة عليه من الدنيا وعاوزة أكله وعشان ينزل في بطني وأخبيه في بطني. طب ده كلام ناس عقلة؟ سألوا الأم، قالت لهم والله ده أنا بنتي مريضة نفسية. طب أنت بنتك مريضة نفسية جوزتيها ليه؟ جوزتها قعدت سنتين وبعدين ما عمرتش طبعا عشان مرضها، وراحت رجعت تاني لأمها. مش أمها بقى تتبه لها وتخليها تقعد معاها عشان تتبه لابنها؟ لا، سكنتها في مكان غير المكان اللي الأم قاعدة فيها. راحت الست دي قعدت بابنها سنة اتنين تلاتة، في الآخر خالص ما عرفش إيه اللي جرالها، جالها انتكاسة ولا إيه. ورابع سنة لما الولد عنده 4 سنين راحت دبحته وراحت كلته. طبعا ده المشكلة عند مين؟ المشكلة الأساسية عند الأم اللي هي الجدة، اللي انت شايفة بنتك مريضة نفسية ما جوزهاش، ولو جوزتها لازم اتبه لها، لازم أراعيها واهتم بيها واهتم كمان بابنها. يعني سبحان الله العظيم، الولد ده لا حول له ولا قوة، هو تقتل هو بإذن الله تعالى في الجنة. بس ليه لما كل واحد فينا يراعي مسؤولياته؟ ما كانش ده كله حصل. يعني الأم دي سبحان الله العظيم، أنا يعني العلم عند ربنا سبحانه وتعالى، مش هقول عليها هي المخطئة وهي اللي هتاخد الذنب اللي هو حصل ده، بس الأم عليها ذنب.